السلام عليكم. تنشكروا كاين 336 على هذه الاستضافه هذه باش نقولوا لهم على قضيه الشكايه اللي حطينا عند الوكيل الملك على الزوار ديال الطومبو ديال الاتحاد المغربي للشغل ديال الكاتب السابق. حنا تفاجئنا بواحد البلاغ اللي فيه تلصيقيه ما بين الجمعيه ديال المتحدين والنقابه ديال الاتحاد المغربي للشغل، وواحد النقابه هي ما كاينش الاصل ديالها هي الاتحاد المغربي للشغل المستقل. تفاجئنا بذاك البلاغ فيه تاجيج ديال القطاع مع هذه الازمه ديال النقل، وحنا والصراحه حطينا درنا تجديد المكتب لو 24 وشدينا وصل الايداع ديالنا نهار 25، وتنتفاجئوا بالطومبو ديال الكاتب السابق اللي اجج لنا القاعده والمنخرطين ديالنا. ومنين تفاجئنا بهذا حطينا الشكايه ديالنا عند الوكيل الملك، وكنتمناو باش العداله تاخذ المجرى ديالها. وعلى الازمه ديال النقل وقعت واحد الضجه في الرومبوان ديال المريض، وكانوا الاخوه المنخرطين ديالنا شافوا الطومبو وداروا واحد الوقفه، وخفنا عليه يكبر الصراع بالبلاد في ازمه، وكان يوقع واحد الصراع قوي وكنا كنمشيو ضحيه. ولهذا حنا تنقولوا لهم هذا الكاتب الاقليم الكاتب ديال سيره الاجره السابق تيتحمل المسؤوليه على هذا البلاغ هذا. وبالنسبه للازمه ديال النقل حنا حملنا المسؤوليه هذه ما يزيد على 10 سنوات، وحنا تنحملوا المسؤوليه المجلس البلدي بان الشركه ديال الكرامه ملي دخلت ما كفاتش بنقل المواطنين، وتنتاسفوا بزاف غطى لنا الترعه ديال النقل بسيارات الاجره اللي تنتمي للنقابه ديالهم. وملي جات هذه الكارثه ديال الشركه حبست ديال الكرامه زادتنا كارثه اخرى، هما الاخوان ديال الكابلاج والسيارات ديال الترونسبور اللي غطاو المدينة، وزادوا الاستضافة مع جميع الخطافة وكل شيء ولا خطاف، وباش يحلوا المشكل ديال النقل بالمدينة. وهاد الحلول الترقية كنا تنوصيهم ديما تنقولهم تنظيم النقل الحضاري بجميع أصنابه بما فيه سيارة الأجرة الكبيرة والصغيرة، ويكون تنظيم في محله. ولكن للأسف السياسة ديال الترقية بقينا غاديين فيها، وتنتمناو باش ما تزيدش هاد الحلول الترقيعية. على سبيل المثال احنا شفنا الطلبه مساكن تعتقلوا في السنوات الماضيه على النقل، وباقي نشوفوا التلاميذ ديالنا وليداتنا مازال يخرجوا للشارع ويتعرضوا للمينيبوس، وتنتمناو باش ما يوقعش شي كارثه. حنا كنقابيين مطيرين وهذا تنطالبوا من الاخوان ديالنا باش نضبطوا النفس ديالنا وما يكونش واحد الاصطدام قوي ما بيننا وبينهم. تنتمناو من الامن حتى هو يتحمل مسؤوليته وحدي الزعزعه اللي كاينه في المدينه. وعلى سبيل المثال تنقول للاخوان ديالنا المهنيين بان حتى البيرمي دو كونفيونس اللي كان تعطى في 2013 والحمد لله بشهاده ديال 22 جمعيه اللي تتمثل سيارات الاجره الصغيره والكبيره، اعترفت قدام سعاده العامل بان ذاك البيرمي دو كونفيونس كله تعطى بالمحسوبيه والزبونيه والحمله الانتخابيه. ومن هنا تنقول للاخوان ديالنا هذا البيرمي بيومتري بان غادي هو البدايه ديال التنظيم، ونتمناو النقل الحضاري باش يتصفى، الطوبيس يشد بلاصتو والكرون تاكسي يشد بلاصتو والتي تاكسي يحترم الزبناء ديالو ويكونوا مهنيين شرفاء. حيت تنقولوا حنا هما السفراء ديال المدينه، ما بغيناش نكونوا وحوش المدينه، وتنتاسفوا على المواطن اللي كرهنا. وكنا قلنا في الشعار شحال هذه بان ولي الامن اللي كان خصو يحمينا هو اللي تيكرهنا، ولكن لقينا للاسف السادس المجلس البلدي هو اللي تيتحمل المسؤوليه، هو اللي كره المواطن فينا، جاب لنا الناس اللي ماشي مهنيين وسالا معنا، والمواطن ولا تيكرهنا. ومن هنا تنقولوا المواطن حنا راه ولادكم، حنا سفراء ديال المدينه، وان شاء الله 2020 غتدخل علينا بالخير، ونتحدوا كاملين كمجتمع مدني وكالداخليه وكامن وكهيئات نقابيه. وشكرا.